أثناء اقتحامها الأحياء السكنية، كما يستخدمهم دروعا بشرية عند التزود بالغذاء من داخل المدن. وقالت هيومن رايتس ووتش إن استخدام الجيش النظامي دروعا بشرية يفرض على مجلس الأمن إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. ونشرت المنظمة الحقوقية تسجيلات مصورة حصلت عليها من ناشطي المعارضة تظهر أشخاصا بملابس مدنية يسيرون أمام جنود مسلحين ومركبات المشاة القتالية، وهي صور يعود تاريخها إلى 23 من الشهر الجاري. درع بشري. درع بشري.